الصحفي نبيل عمر للتعليق على أهم ما جاء في حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي أو حديثه إلى الشعب المصري. أستاذ نبيل أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم ومساء الخير على كل مشاهديك. أستاذ نبيل، يعني ما أهم ما رصدته من كلمة الرئيس أو المحاور الأساسية التي لفتت انتباهك في حديث الرئيس إلى الشعب خلال الدقائق الماضية؟ أنا أهم حاجة بغض النظر عن التفاصيل التي وردت في الخطاب، أهم حاجة أن الرئيس بيجعل الشعب جزء من أي قرار يتخذ في مصر، ده أهم حاجة. أن الشعب ليس مجرد متلقي، هو مشارك، لأن المعرفة مشاركة، وبالتالي أن الشعب يعرف ماذا يدور على أرض مصر من مشكلات وحلول مطروحة، ده مهم جدا، أهم عندي بالنسبة لي رقم واحد. ثم نبدأ بقى على التفاصيل التي وردت في الخطاب. هو طبعا في حاجات خاصة بمحدود الدخل، بنطرد نحن نتعقب أو نطارد مشكلات طويلة الأمد في مصر لن تحل بين يوم وليلة، هتستغرق وقت، زي ما انت قلت حضرتك من شوية انه في الإسكان هنعمل كذا، لأن عندنا مشكلة إسكان، هنوزع 10,000 رأس على الأسر الأكثر فقرا أو احتياجا عشان نوفر لهم مصادر دخل إلى آخره. لكن في قضايا أساسية زي الأمن، وده مهم اتكلم فيه، وانه يعني انا ارتحت، يعني كنت قلقان جدا مثلا عما يدور في سيناء. الكلام النهارده عن الارهاب ومحاصرته بدرجه كبيره جدا اداني امل ان هذه المعركه الشرسه التي تدور في ارض عزيزه على ارض مصر انها على وشك ان نحسمها او يمكن حسمها في فتره لا تمتد ولا طول، انها معوقه جدا للتنمية في مصر بشكل مهم. كمان قضية الفساد، قد يكون الرئيس السيسي هو أول رئيس يقف قدام الناس يقول لهم نحن نعاني من مشكلة فساد كبيرة في مصر ومحتارون إلى حد ما في حلها، لأن المجتمع ككل لازم يتعاون في هذه المشكلة، لأن الأمن والفساد مهمين جدا لبنية أسس استقرار للمجتمع كيتحرك الى الامام. انت عارف ان الارهاب في سيناء والعنف اللي بيغرد في بعض مدننا وفي الوادي بعائق حقيقي امام السياحه، والسياحه جزء مهم جدا في الاقتصاد المصري. مشروعات كثيره مش بتشتغل بكامل طاقتها لان دي بتتعرض لمشاكل كثيره، فده وجود الامن هيخلي الدنيا تتحرك اكثر من الاول. وزي ما قلت لحضرتك الفساد عبارة عن وحش مفترس بيمتص الدم النقي في أي مجتمع، فبيخليش غير الدم الفاسد، وبالتالي المجتمع بيبقى مهدد بغرغرينا في جسمه. أما بالتالي إحنا ننتبه لهذا ونحاول ننقي دماءنا بالتدريج، لأن إحنا ورثنا مجتمع أو بنعيش في مجتمع بقى الفساد ثقافة، كيف يمكن أن نتخلص من هذه الثقافة ونعدلها؟ وبتتعدل على حاجتين زي ما هو إن في المطاردة، والحاجه الاهم هو وضع قوانين رادعه. بس انا كنت احب اضيف للرئيس حاجه اللي هو كيف صناعه بيئه لا تشجع الفساد، تعرقل الفساد، تحاصر الفساد، تمنع وجود الفساد. فكره صناعه البيئه ده مهم جدا لمقاومه الفساد. وهل ترى ان حديثه عن وجود فساد، وكما تذكر انها خطوه ايجابيه جدا ان يتحدث عن وجود فساد ويواجه الناس بهذه الخطوه، هي خطوه ناحيه وجود او خلق بيئه لا تسمح بوجود فساد؟ لا، البيئه دي اصل البيئه دي قواعد وتقاليد ونظم من المجتمع بيتحرك بيها وبيشتغل. انت مثلا يعني هو اتكلم عن الاصلاح الاداري في الدوله، اما انت تعرقل الاجراءات الاداريه وتعقدها، عشان كده هو اتكلم على ان هيخلي الميكنه في جزء كبير جدا من حياه المصريين الاداريه هتحل محل العامل البشري، عشان اقلل معامله الجمهور مع الموظف الذي يمكن سواء كان مديرا موظفا صغيرا ايا كان نوعه يقلل تحكمه في المتعامل معاه ويبتدي يطلب منه رشوه او مساعده او حاجات زي كده. فده هنا لما بتعمل مكانه زي كده بتوافر مركز معلومات كبيره ومعرفه انت بتقلل بتحاصر، لكن الحكايه محتاجه اكتر من كده. اختيار القيادات نفسها احنا ما يعني في اختيار القيادات، يعني النهارده هو شكر مصر للطيران وطالب مصر للطيران ان يتعاون كل الطيارين مع بعضهم ومع كل العاملين في الشركه انها تنجح.
لكن السؤال الأهم، لماذا تخسر مصر الطيران أصلا؟ وما هي القيادات المسؤولة عن خسارة مصر الطيران؟ نعم. وهل تستحق هذه القيادات أيا كان مستوياتها بقى، قيادات متوسطة، قيادات عليا؟ لأن أنا كمواطن، أنا كطيار، نعم، ماذا أفعل إذا كانت قيادة الشركة فيها مشكلة؟ طب هموت نفسي في الشغل. لكن في مركز صناعة القرار بعض المشكلات لازم تتحل الأول عشان أعرف. يعني هو طلب إن احنا نقف معاه، طبعا لازم نقف معاه، ولازم هو الواحد إيد ما يتقفش، نقف معاه وندعم ونشتغل لكن كمان اختيار القيادات، صناعة البيئة الجيدة مهم جدا لتنفيذ خطط التنمية ومقاومة الفساد. نعم، هو تحدث أيضا أستاذ نبيل عن القرى الأكثر احتياجا و كيفية أن يتم تطويرها، وتحدث عن عدد القرى أنها وصلت إلى 1153 قرية يتم تطويرها بحسب المشروع قبيل عام 2018. هل ترى أن هذه الخطة أيضا سيشعر بها المواطن، وهذا التطوير سيتم بالفعل تحقيقه خلال الفترة المقبلة؟ لا، يعني فكرة أهم من الإنجاز السريع اللي هو احساس الناس بالامل، ده مهم جدا. نعم. يعني اهم ما في الكلام انك تحس بالناس امنك وانك بتشتغل او بتمضي في الاتجاه الصحيح، لان انت ما تكلمني على اكثر من 1000 قريه اكثر فقرا. نعم. يعني تكلمني لو قلنا كل قريه معدل سكانها كام، انت بتتكلم على ملايين من البشر، مش هتقدر تعمل لهم نقله اجتماعيه فجاه، وخاصه ان زي ما قلت احنا عندنا مشكلات اقتصاديه، الاقتصاد بيتحرك ببطء لاسباب كثيره احنا عارفينها خلال الأربع سنوات اللي فاتت، لسه لم نستعيد عافيته كاملة، وبالتالي ما مش هتقدر تعمل في الدخل الخاص. نعم. أو إجمالي الدخل المصري الطفرة اللي هتعمل ده، لكن أنت بتحاول تحل، بمعنى إنك بتقلل الأول معاناة الناس، وده الأهم في المسألة، بتقلل معاناة الناس لحد ما يتحرك عجلة الاقتصاد بشكل أكبر، يقدر يستوعب احتياجاته ويحقق هذه الطفرة التنمية. نعم. الأستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لوجودك معنا من خلال هذه التغطية تعليقا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب خلال الساعة الماضية. الناحية الإعلامية والإعلام تحدث عنه الرئيس واختتم به حديثه بخصوص الإعلام ودوره في الفترة المقبلة، وتحدث عما حدث في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون من انقطاع للتيار الكهربائي، وقال إنه أمن قومي وأنه لن يسمح بتكراره، وأنه ينتظر المبررات وينتظر تفسيرا لما حدث هناك. للتعليق على هذه النقطة معنا هاتفيا الأستاذ الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة. دكتور صفوت أهلا بك. أهلا وسهلا. دكتور صفوت، يعني كيف ترى حديث الرئيس عن الإعلام ودوره، وأيضا عن ما حدث في ماسبيرو من انقطاع التيار الكهربائي؟ الحقيقة أن إشارة الرئيس لما حدث في ماسبيرو وقبلها بيومين اعتذار رئيس الوزراء يؤكد أن إعلام ماسبيرو والإعلام الوطني في حاجة ماسة إلى تحمل مسؤولياته، وإذا كان رئيس الوزراء يعتذر عن قطع الإرسال ورئيس الجمهورية يشير إلى هذا القطع باعتباره أمن قومي، إذن فنحن أمام مسؤولية مهنية تمثل ضرورة حتمية في الفترة القادمة للإعلام الوطني أن يتحمل دوره وأن يطلع بمسؤولياته في كل مسارات الحياة، سياسية كانت أو اقتصادية واجتماعية. أيضا الأداء الإعلامي الرسمي في حاجة ماسة إلى إثبات الجدية وتأكيد المهنية واكتساب ثقة الرأي العام وقطاع كبير من المسؤولين، لأن ما نراه من الاعتماد على بعض الهواة وغير المحترفين في التصوير والمونتاج والإخراج لبعض لقاءات الرئيس يؤكد أننا بحاجة ماسة إلى تدعيم الإعلام الرسمي المحترف الذي يدعم سياسة الدولة ويؤسس لزيارات الرئيس في كل مرحلة من مراحل. نعم. التحول. أي لقاءات، يعني أي إخراج أو تصوير أو مونتاج للقاءات الرئيس، هذا اللقاء تحديدا أم المونتاج الذي تم في هذا اللقاء؟ نعم. واللقاء الذي قبله والتغطية الإعلامية لزيارات الرئيس، لابد أن يتحمل الإعلام الرسمي
مسؤولياته ويطلع بها. فقطاع الأخبار به أكثر من 100 مخرج تلفزيوني له أدوار سابقة، ولابد من اكتساب الثقة وقيامه بدوره المهني في إعلام الدولة. ولا يمكن أبدا أن تترك زيارات الرئيس أن يمولها بعض رجال الأعمال من أصحاب القنوات هنا وهناك، لأن هذا الأمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين قطاعات كبيرة من الإعلاميين، ويجد التغطية غير متوازنة. فصدى البلد مثلا تتعاظم أشكال التغطية في مضمونها ومعالجتها، لأن مثلا أصحاب هذه القناة يمولون الطائرة التي تحمل الإعلاميين. نعم، تقصد أن يكون هناك تكافؤ في الفرص لنقل المادة الإعلامية. طيب، ولكن بخصوص من الفرص وتحمل للدولة مسؤوليتها. نعم، بخصوص من يقومون مثلا بالإخراج يا دكتور صفوت، من يقومون بالإخراج أو من يقومون بالتصوير أو من يقومون بالمونتاج، يعني كل سيدي الفاضل، التغطية الإعلامية لزيارات الرئيس مسؤولية رئاسة الدولة، ولا يجب أن يطلع بها أحد رجال أعمال مهما كانت مكانته أو قدرته أو اتصالاته. نعم، هو بحديثه عن أن ماسبيرو أمن قومي، هو يعني هو عظم من مسؤوليات ماسبيرو. إذا ما هي الخطوات المتبعة لتحسين خدمات ماسبيرو التي يقدمها إلى الشعب والمواطنين، والتي ذكرتها سواء سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها؟ لابد من تفعيل النصوص التي نص عليها الدستور في مواد قانونية تسرع بحالة من الاستقرار المهني والحياتي للعاملين في ماسبيرو. ولا يمكن أبدا أن نجلس قرابة 3 أعوام حتى الآن، مرة نتحدث عن الهيكلة، مرة نتحدث عن ميثاق شرف إعلامي، وعدم وجود سياسة إعلامية قائمة يلتزم بها ماسبيرو والعاملين فيه وقطاع الأخبار. لا يمكن أبدا أن يعني تتوافر لدينا هذا القدر الكبير والمتنوع والمتعدد من الكفاءات والخبرات ولا نعطي لها الفرصة ولا نكسبها الثقة. فلا بد أن يستمد إعلامي ماسبيرو درجة كبيرة من الثقة، درجة كبيرة من الانتماء، ودرجة كبيرة من المهنية، وأيضا ممارسة أدوار الإعلام التي اعتدنا عليها في التاريخ القريب والبعيد. نعم، يعني من هو المسؤول عن عدم ظهور الهيكلة أو الشكل الإداري لماسبيرو حتى الآن رغم حديث الرئيس عنه؟ الحقيقة أن كثيرا من أشكال التخبط واستصدار قرارات والتراجع فيها أو تسريب شائعات هنا وهناك وعدم اتخاذ قرارات حسمية بشأن تفعيل القوانين أو وضع السياسات أو تحديد أي اتجاه نريده، هل نريد وزارة للإعلام أو مجلس أعلى للإعلام؟ هذه التسريبات التي تظهر كل فترة وتسبب قلق للعاملين في الإعلام عموما والعاملين في ماسبيرو بصفة خاصة، أتمنى أن تستقر الدولة على شكل محدد وأسلوب تتم به إدارة الإعلام حتى يمكن توظيف الإعلام بأدواره وأساليبه خاصة بشكل جيد، خاصة ونحن أمام انتخابات قادمة ومراحل فارقة. نتمنى أن يكون للإعلام المصري دور جاد وحقيقي نتخلص فيه من الأداء الفوضوي والأداء العبثي الذي نشاهد به أشكال من الإعلام الفضائي الخاص وأساليب عفى عليها الزمن من ممارسة أداء إعلامي مترهل يخاطب القائم بالاتصال أو المذيع المشاهدين كيفما اتفق وبالطريقة التي يراها وباستخدام ألفاظ لا تليق لمدة 6 ساعات يوميا. هذا الأداء الإعلامي في حاجة إلى إعلام جاد وحقيقي ومهني يليق بمصر بعد مرحلة التحول وبعد ثورتين.
نعم الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. حلل من ناحية الإعلام وما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه إلى الإعلام بدور ماسبيرو ولابد أن يطلع بمهامه في الفترة المقبلة، وتحدث عن الإعلام الخاص وضرورة أن يحدث هناك تكافؤ في الفرص فيما يخص تغطية لقاءات ومؤتمرات وحوارات وخطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحدث عن الإعلام، وقال إن ماسبيرو أمن قومي بالنسبة لمصر لن يسمح بتكرار ما حدث به من قبل. طيب لو اتكلمنا أيضا عن محور آخر وهو محور التنمية ومحور يعني تنمية الطرق والطرق والنقل وغيرها من الأمور الخاصة بالطرق وكيفية تجهيزها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، معنا هاتفيا الدكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق. دكتور عماد أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ مشاهدي. اهلا بك دكتور عماد، يعني تحليلك لكلمه الرئيس بخصوص ما تم انجازه فيما يخص تطوير الطرق والكباري وغيرها. هو يعني الحقيقه طبعا الاستاذ الرئيس السيسي ذكر في كلمته اهميه الطرق كمحور للتنميه في المستقبل، وانا احب اضيف بس يعني عشان الناس تعرف حجم الانجاز، احنا عندنا 24,000 كيلو طرق مرصوفه من سنه 50 او 52 لحد النهارده. نعم. السنه دي فقط لا غير احنا بنرصف 3500 كيلو طرق في مصر، يعني معناها حوالي من 15 ل 17% من شبكه الطرق القائمه. وانا دايما احب اشبه الطرق بشرايين الجسم، ان هي لو حصل فيها تجلط فده معناها انه بيحصل مشكله في الجسم كله بتنسد شرايين التنميه. فلما تضيف في سنه واحده 20% من حجم مكون الطرق لشبكة الطرق ده بالطبع هيؤدي إلى طفرة اقتصادية غير مسبوقة. تمام؟ نعم. النهاردة الطرق مش مجرد إنك بتعمل طريق وبس، لا ده هو في النهاية بيؤدي إلى المخططات الاستراتيجية للدولة ككل، يعني لما نتكلم على تطور إن أنت عندك زي ما بقول دايماً كده إيه شفافات ماشي، وحطيت شفافة بمناطق التنمية الاقتصادية، مشروع المليون فدان، مشروع تطوير محور قناة السويس، المشاريع المرتبطه بيه من تنميه صناعيه واقتصاديه وخلافه. نعم. لما نتكلم على مشاريع تنميه اقليم الاقاليم الجنوبيه وصعيد مصر، لما نتكلم على تطوير الواحات، احكام المنافذ والمداخل والمخارج من والى البلد في كل الاتجاهات على تنميه سينا، هتلاقي انه احنا فعلا الطرق دي هي الوسيله او اسهم الاختراق لهذه المشاريع بالكامل اللي هتتيح الفرصه وتسمح للمستثمر في المستقبل ان هو يجي مصر وهو مطمن ان هو هيقدر يوصل لمشاريعه وان هيقدر ينام بسهوله ومش هيحصل اختناقات مروريه او غيره. اما داخل القاهره والمحافظات فتنميه الطرق في الوقت الحالي شغاله برضه على قدم وساق، وزي ما السيد الرئيس قال في عندك الطريق الدائري وغيره وغيره من الطرق، في انا كمان بضيف 150 او 250 قاوه بيتعملوا في القاهره بنظام الاشارات المميكنه اللي هتمكن بعد كده ان شاء الله الساده مستخدمين السيارات ان هم يقدروا ينتظموا في الحركه المروريه دون حدوث اجتهادات شخصيه او الاعتماد على العنصر البشري اللي هو العسكري او غيره. يعني في طفره هتحصل. ده ممكن يحصل امتى؟ يعني الطفره دي او هذا التطوير اللي في الاخر هيؤدي كما ذكرت في بدايه حديثك الى الطفره الاستثماريه وقدوم المستثمرين، متى ممكن ان يحدث وان يظهر هذا على ارض الواقع يا دكتور؟ هو الخطط او المخطط الرئيسي للطرق ان في بعضها هيفتتح في شهر 8، في بعضها هيفتتح في شهر 12، يعني احنا بنتكلم على ان من شهر 8 لشهر 12 اللي جاي هيحصل افتتاحات لبعض المشاريع من الطرق، وعلى اكثر تقدير على العام القادم هيبقى بعضها الاخر اللي هو فيه كان عوائق او استملاكات او غيره متاخر شويه، ممكن يعني يمتد كمان شهرين ثلاثه زياده مش اكثر من كده. فاحنا نعم. في خلال يعني ما بعد رمضان ان شاء الله هيبدا يحصل طفره كبيره جدا هيلاحظها المواطن المصري وهتشهدها الطرق المصريه، وانا بدعو الناس انها تنزل تشوف المشاريع الشغاله وبدعوها انها تروح تشوف احدث معدات في العالم كله موجوده في مصر. دول العالم كلها بتيجي يوميا عايزه تنزل بمعداتها والمقاولين بتوعها يشتغلوا في طرق مصر. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا الحمد لله طفره غير مسبوقه في هذا المجال، وان شاء الله قطاع النقل والمواصلات في الفتره اللي جايه هيشهد ان شاء الله تطور كبير. باذن الله دكتور عماد نبيل استشاري هندسه الطرق، شكرا جزيلا تعليقا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الطرق و المرور والفترة المقبلة، وأكد على أهمية هذه الطرق وعلى أهمية تطويرها بأنها وربطها بين ربط بينها وبين قدوم المستثمرين
إلى الاستثمار في مصر. يعني إذا تابعنا ما قاله الرئيس بخصوص قطاع البترول أيضا، تحدث عن أنه تم تنفيذ مشروعات بحوالي 31 مليار جنيه للتنقيب والتكرير ومشروعات بتروكيماويات وتنمية حقول الغاز، أيضا عن توقيع 56 اتفاقية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز، تحدث عن توفير السلع الغذائية أيضا في شهر رمضان، وهي الأزمة الحقيقية التي دائما ما ينتظرها المواطن أو يخشى منها المواطن قبيل شهر رمضان تحديدا. قال إنه تم العمل على تأمين توفير السلع الغذائية الأساسية خلال هذا الشهر بأسعار مناسبة ومنخفضة للمستهلكين من خلال تطبيق منظومة السلع التموينية لعدد 25 ألف منفذ تمويني. أيضا تحدث عن أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح بلغ 450 ألف طن، ويمثل زيادة 210% عن مثيلاتها في الفترة السابقة، كما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر مليون وأكثر، يعني مليون ونصف أو مليون وستة من عشرة طن خلال الفترة الحالية. الإعلان عن مبادرة أيضا لمكافحة الفيروس سي وإنتاج الدواء ومليون جرعة سنوية، هذا ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في من خلال محاوره أو المحاور الكثيرة، سواء عن الإرهاب أو عن التطوير الاقتصادي أو التطوير المحلي أو فرص العمل للشباب أو القضاء على الإرهاب داخل المحافظات بعيدا عن سيناء، وعن تنمية سيناء تحديدا، وعن شكره إلى أهالي سيناء الذين ساهموا وتحملوا وواجهوا الإرهاب أيضا مع القوات المسلحة. تحدث عن توزيع 500 سيارة أو عربة منافذ للسلع على الشباب خلال الفترة الماضية. نعم، بمناسبة القضاء على الإرهاب والمحور الإرهاب داخل المحافظات وبعيدا عن سيناء الذي خصها بالذكر الرئيس، أيضا تحدث عن ضبط 594 عنصر إرهابي سبق صدور قرارات من النيابة بضبطهم، وأيضا حوالي 62 متهما بحوزتهم عبوات متفجرة وأسلحة، كل هؤلاء تم ضبطهم كما ذكر الرئيس، وتم ضبط 122 عبوة ناسفة بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة النارية والخرطوش والذخائر مختلفة الأنواع. الرئيس تحدث عن المؤتمر الاقتصادي وقال إنه يهدف العاصمة الإدارية الجديدة التي تم ذكرها في خلال المؤتمر الاقتصادي، قال إنه كلف المجلس التخصصي لتنمية المجتمع والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بتشكيل لجنة مع وزير الإسكان لمراجعة تفاصيل المشروع وعلى رأسها تحقيق الاستفادة القصوى لمحدودي الدخل، وقال إن هناك جهودا لإطلاق مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى منافذ البيع المتنقلة للشباب. قال بخصوص الإسكان إنه تم توفير 70 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى الوحدات التي سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة كما قال الرئيس. قال إن الأداء الإداري للدولة لن يكون عقبة أمام تقدم الدولة، وتطوير الأداء يتطلب إخلاصا من الجميع، من المؤسسات، من الإداريين، ومن الموظفين، ومن المواطنين. هو تحدث عن الجميع، وفي نفس الوقت شدد على أنه لا مساس بالعاملين في الدولة، وقال إن الغرض من مشروع المليون فدان هو إنشاء مجتمع عمراني متكامل وليس توزيع الأراضي على المستثمرين فقط. الرئيس تحدث أيضا عن وضع الآليات وعن النجاح في جذب الاستثمارات الموجه بالأساس إلى خلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية، وعن أن التلفزيون المصري كما ذكرنا وكما تحدث الدكتور صفوت العالم هو أمن قومي ولا يمكن أن يتوقف البث عنهم حتى ولو دقيقة واحدة. طبعا ده تعليقا على ما قالوا أو على ما حدث في ماسبيرو من انقطاع التيار وبالتالي انقطاع البث الكهربائي عن بعض أو عن أغلب المحطات الرسمية خلال الأيام الماضية، والتي أعقبها أيضا اعتذار من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. أيضا يمكن كان الدكتور صفوة العالم تحدث عن تكافؤ الفرص بين الوسائل الإعلامية وعن جودة ما يتم تقديمه من لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإعلام، كيف يتم الاعتماد على ما هو جيد. طيب هذا ملخص ربما لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، والآن مع جزء مما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته التي أذاعها خلال الساعة الماضية، نتابعها ونعود. احنا كده اتكلمنا عن النقطتين، الفساد، واتكلمنا عن الارهاب، ويبقى الجهاز الاداري للدولة، وده مشكلة معقدة جدا جدا لانها مرتبطة بحياة اكتر من 6.5 مليون مصري بيعملوا في هذا القطاع، وراهم اسر
وفي كلام كتير انا بسمعه سواء كان موجود في وسائل الاعلام او كان موجود في وسائل الاعلام المسموعه او المقروءه يعني لاجراءات في هذا الاتجاه. بقول ان تصويب ملف الجهاز الاداري واداؤه مش ممكن تكلمني النهارده بعد اكتر من 30 سنه على ترهل هذا الجهاز وضعف مستواه سواء كان في الاداء او في التاهيل والتقييم بتاعه، واقدر في خلال سنه او اتنين او حتى ثلاثه نقدر نحقق نتيجه كويسه فيه. الملف ده احنا متحركين فيه وفي قوانين بتتجهز وشغاله لهذا الموضوع، لكن عشان اكون صادق معاكم هي برضو لازم تكون اراده مشتركه بيننا وبين بعض. مش معقول يكون عندنا الحجم الكبير ده بيعمل في الدوله وادائنا كدوله احنا مش راضيين عنه، كلنا مش راضيين عنه. ده معناه ان احنا اقول ايه؟ غير ان الدوله تنظم ده وترتبه، لكن كمان في دور علينا احنا كناس موجودين بنشتغل، عددنا كتير، يا ترى بنعرقل بعددنا ولا ممكن ننظم العمل بحيث ان الاداء يبقى